خلال اليومين اللي فاتوا لقينا اخبار بتقولك ان الكويت بتخفف احمال الكهرباء، والكهرباء بتقطع في الكويت بالساعه والاثنين. طب ايه اللي فرق الكويت عن مصر؟ طيب ما الكويت بتعمل نفس اللي بتعمله مصر، وبتخفف احمال وبتقطع الكهرباء. هو اللي بيحصل في الكويت، وازاي دوله تعتبر سادس او سابع دوله في العالم عندها بترول وعندها احتياط تعمل كده؟ يبقى احنا ما نعيبش على مصر في اللي بتعمله في قطع الكهرباء. الموضوع فيه معلومات خطيرة، والحقيقة عشان ما ضيعش وقتك خلينا نقول الموضوع ببساطة وبوضوح. سنة 2021 مجلة القبس، دي مجلة خليجية، نزلت خبر بيقول ان الكويت هتحرق ربع انتاجها النفطي لتوليد الكهرباء. كشفت المجلة ان الكويت بتواجه تحدي كبير في انها مش قادرة توازن ما بين انتاجها من البترول وما بين انتاجها واستهلاكها العالي من الكهرباء ومن المية، فهتضطر انها بسبب زيادة استهلاك الكهرباء والمية اللي بتصرف عليها في وقتها في سنة 21 2 مليار دينار كويتي، وما ادراك مع عملة الكويت، هتضطر انها تسحب من انتاجها من النفط. تخيل حضرتك ان مجلة القبس وقتها بتقولك المحطات بتسحب 400,000 برميل في اليوم الواحد عشان تعطي وتضخ كهرباء للمواطنين في الكويت، فالدولة انتاجها كده عمال يروح على انتاج الكهرباء، ومفيش عائدات كبيرة من النفط بترجع للاقتصاد القومي زي مثلا دول اخرى. الحاجة التانية ان الكويت عندهاش تنوع في موارد اخرى تدخل لها دخل قومي، مهيش دولة بتصدر، مهيش دولة عندها زراعة، مهيش دولة عندها حاجات كتير، لكن عندها الكنز الثمين اللي هو البترول، واللي بيدخل لها ايرادات ضخمة جدا. فبيقولك وقتها تكلفة الوقود لتوليد الطاقة بتتكلم في 1.3 مليار دينار كويتي سنويا، ومثل هذا الاستهلاك الضخم اللي في 21 يمثل او يخلق مخاطر وتحديات اقتصادية على داخل البلاد. اللي الناس ما تعرفوش ان مش دي اول سنة تخفف فيها الكويت الاحمال، قبل كده نقلنا لحضراتكم اخبار من سنة واتنين ان الكويت بتعمل تخفيف احمال، وساعتها الناس في مصر زعلت قالت لك احنا مالنا ومال الكويت. لا، الحقيقة ان احنا زي ما بنقول المعلومة وبنقول النقد لازم نعرف ان احنا وضعنا ايه في هذا الامر. احنا بنخفف احمال لاسباب، الكويت بتعمل ده لاسباب، وبنفهم الموضوع بشكل علمي، مش نهاجم على الدولة وخلاص او ننتقد وخلاص او حتى نشيد وخلاص. احنا نعرف المعلومة وبعدين من خلال المعلومة دي نكون فاهمين احنا بنقول ايه. السعودية على سبيل المثال، السعودية في مجال الكهرباء دولة متقدمة جدا، السعودية اكبر دولة عربية في انتاج الكهرباء، لكن السعودية بتعمل حركة ذكية عكس الكويت، او تقدر تعملها الكويت ما تعملهاش. ايه هي؟ مزيج الطاقة اللي بينتج الكهرباء في السعودية غير المزيج بتاع الكويت. يعني الكويت كل الكهرباء اللي عندها عن طريق البترول، السعودية بتقولك لا، انا خفف من استهلاك البترول على انتاج الكهرباء ووجه الموضوع على الغاز. فكان الاول السعودية بتنتج الكهرباء بتاعتها عن طريق البترول، بعد كده بدأت تخفف شوية بشوية، كان البترول بيمثل 70-80%. تخيل حضرتك النهاردة البترول بيمثل حوالي 30% من مزيج الطاقة، وبيدخل الغاز على دور 70 او على كم 70% من مزيج الطاقة. السعودية بتعمل كده لسبب في منتهى الذكاء، وهو انها توفر البترول للتصدير وتكسب عائدات منه، وتستخدم الغاز اللي هو رخيص شوية عن البترول، فبالحاجة الرخيصة تنتج الكهرباء، وبالحاجة الغالية تستفيد من عائدات صادرات البترول الى الخارج. وعندهم حوالي 1% او 2% من مزيج الطاقة فقط من الطاقة المتجددة، وده رقم ضئيل بصراحة، لسه عندهم مستهدفات فيما بعد، لكن انا بقارن لك ما بين السعودية والكويت. فالسعودية بتحتل المركز 11 عالميا كأكبر مستهلك للكهرباء في العالم، لكن رغم كده مفيش قطع للكهرباء في السعودية، مفيش تخفيف احمال في السعودية. الكويت فيها تخفيف احمال، ولو ما عملتش الكويت تخفيف احمال فهتخلص نص البترول اللي طالع من عندها على الكهرباء اللي بتولد في محطاتها. والاخبار اللي بتقول عندنا ان الكويت يوم الاربع اللي فات خففت احمال عن 40 منطقة، متخيل؟ والجداول نزلت باسماء المناطق وبمواعيد قطع الكهرباء،
ويوم الخميس قطعت الكويت الكهرباء عن 60 منطقة. فالرقم ان انت عندك 6 محافظات ودولة عدد سكانها محدود مقارنة بعدد سكان مصر ودولة غنية وثرية والكهرباء تقطع فيها، يبقى احنا لما نبص لمصر هنا لازم نعيد حساباتنا في شوية حاجات احنا يعني بنشوفها وحاجات غريبة شوية. يعني مثلا انت عندك حقول للغاز في مصر، الحقول دي كانت بتنتج انتاج ضخم، النهاردة الحقول دي تضاءل انتاجها. حقل ظهر اللي كان بينتج في اليوم الواحد 2.5 ل3 مليار قدم مكعب، النهاردة بقى ينتج 2 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد. وقيس على ده مجموعة من حقول البترول والغاز في مصر. تعال سمعك كلام المهندس صلاح دياب، ده مؤسس صحيفة المصر اليوم ورئيس مجلس إدارة شركة بيكو اللي بتشتغل في مجال النفط وتكرير البترول. تعال نشوف شهادته بنفسه على موضوع انتاج البترول في مصر وتأثير ده على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. تعال نسمع كده. يعني انا فاكر وخدي بالك ان البترول ده مادة ناضبة، يعني ايه؟ ما هياش متجددة، ما هوش بير زمزم يعني، واخد بالك؟ فانا فاكر ان انا كنت بروح حقول راس شقير في وقت من الاوقات يقول لك ايه انتاج اليوم 650 الف برميل. النهاردة راس شقير حقل المرجان المهول انتاجها 50-60 الف برميل، من 650-660. فدي شهادة حضراتكم سمعتوها عن موضوع انقطاع الكهرباء او تحديدا عن ازمة البترول والغاز في مصر. الموضوع مش خاضع للاهواء الشخصية او الميول الشخصية، اذا كان هناك قصور فاحنا بنقول فيه قصور، لكن ممكن في وقت من الاوقات للحقيقة وللمصداقية في المعلومة صنع الوهم ان احنا عندنا انتاج ضخم من حقول، وانه في حقول ضخمة للغاز دخل على خط الانتاج في مصر في مناطق مختلفة، ولكن الموضوع ما طلعش زي ما صور لينا سابقا. لكن ارجع لموضوع الكويت، عندك طبعا زي ما قلنا السعودية هي اكبر منتج للكهرباء، وبالمناسبة هي اكبر مستهلك للكهرباء في الوطن العربي، ومصر مركزها 25 عالميا في استهلاك الكهرباء، بتستهلك 177 تيراوات ساعة، السعودية بتستهلك 393 تيراوات ساعة، الامارات بعد مصر على طول بتستهلك 162 تيراوات ساعة. موضوع الدراسة بيتكلم على انه تحذير من مخاطر نقص امدادات الطاقة. الدراسة اللي نقلتها مجلة القابس الخليجية خلال السنوات المقبلة مع زيادة الاستهلاك والنمو العمراني والسكاني في الكويت، مشيرة اللي هي الدراسة الى ان وزارة الكهرباء والماء لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الا اذا استعانت بالقطاع الخاص لتمويل وانشاء وتشغيل محطات التوليد. ودعت الدراسة الى الاسراع في بناء محطات طاقة شمسية، ودي خطوة متأخرين فيها في الوطن العربي بشكل كبير جدا، رغم ان احنا عندنا محطات كبيرة للطاقة الشمسية لكن لازالت دول الوطن العربي متأخرة في هذا المجال. حضراتكم غير خافي عليكم انه الكهرباء هي مقياس لتقدم الدول، بيتبص على الدولة بتقطع فيها الكهرباء يبقى الدولة دي عندها مشكلة، ما نستثمرش فيها. الدولة فيها كهرباء منضبطة زي ما فيها عملة منضبطة سعر صرف واحد، هي دي دولة منضبطة وبالتالي بيكون سهل الاستثمار فيها، زي ما الكهرباء ما بتتقطعش فبيكون ايضا سهل الاستثمار فيها. فالدول بتبان، العنوان بيبان من قدرات الدول، الكهرباء ايضا بتعبر عن قدرة الدولة الاقتصادية، دولة قادرة توفر موارد، قادرة توفر يعني بترول وغاز لانتاج الكهرباء، وفي دول ما تقدرش تستورد اعباء اقتصادية ضخمة جدا. يعني تخيل حضرتك ان مصر لما تحاول انها تستورد عشان الكهرباء ما تقطعش 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و10,000 طن مازوت يوميا. طبعا ده بيمثل عبء كبير على الاقتصاد المصري، وده الوضع القائم في كل الدول العربية اللي انا وصفت لك حالتها النهاردة. لكن الكويت تستغرب طبعا ان الكهرباء تقطع فيها، الدولة الغنية صاحبة اقوى عملة في العالم وتقطع فيها الكهرباء، ما بالك ببقية الدول. ربنا يحفظ مصر، السعودية، الامارات، الكويت، كل الدول العربية. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.